مراسيم تشييع ضحايا التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 55 شخصا في باكستان والذي تبنته حركة طالبان على الحدود مع الهند جرت وسط مخاوف من عودة أعمال العنف في المنطقة. وكان انتحاري قد فجر نفسه الأحد عند المعبر الحدودي بين باكستان والهند متسببا في مجزرة بين الحشود التي كانت تحضر مراسم الإغلاق اليومية لبوابة واجا أبرز معبر حدودي بين البلدين قرب مدينة لاهور شرق باكستان. أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني دعت إلى تشديد القبض على طالبان والحركات المتشددة. السلطات من جهتها نشرت ما يقارب 10,000 من عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية في إسلام أباد تحسبا لأعياد عاشوراء، طالبا أن تكون هناك عملية قوية ضد الإرهابيين. هؤلاء يجب أن يقضى عليهم. إذا كان الطالبان وحلفاؤها يعتقدون أنه بإمكانهم ثني عزيمة الجيش الباكستاني فإنهم مخطئون. يذكر أن باكستان شنت ضربات عسكرية قوية على مواقع طالبان في الحدود مع أفغانستان منذ يونيو حزيران أدت إلى مقتل 1,100 متمرد حسب القوات الباكستانية.